بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في حلقة جديدة. في سؤال جالي من أحد الأحباء بيقول إن هو له تحفظ على تعبير مخافة الله وشايف إن ده يتناقض مع محبة الله، فبيسألني إيه رأينا في الحكاية دي. عايز أقول إن حقيقي الكتاب المقدس لما أتكلم على المحبة قال إنها ضد الخوف، فيوحنا الرسول بيقول لا خوف في المحبة لأن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. وبرضو القديس الأنبا أنطونيوس في إحدى أقواله بيقول لتلامذته يا أبنائي أنا لا أخاف الله، فاستغربوا قال له ما هذا يا أبانا؟ قال لهم لأني أحب الله والمحبة تطرد الخوف إلى خارج. ولكن عايز أقول إن ماذا يقصد الرسول يوحنا لما بيقول بيتكلم عن إن المحبة يعني ضد الخوف؟ هنا بقى يقصد الرسول إن المحبة ما فيهاش الخوف اللي هو خوف العبيد، اللي هو يعني العبد ملوش حقوق ملوش قيمة، ما بيبقى دايما عايش مرعوب خايف، ما يطمنش لسيده، بيتوقع منه العقاب في أي لحظة، ممكن عايش الأيام ما يعرفش الأيام فيها إيه. طبعا هو يقصد الرسول هذا النوع من الرعب والخوف. لكن أنا أحب أن أنا أشرح الخوف مخافة الله المقصود بها إيه، وعشان أقرب للذهن يعني أقول أن مثلا إحنا بنكرم الوالدين زي ما في الشريعة اكرم أباك وأمك، نوقرهم نطعهم نقدم لهم المحبة. علاقتنا بوالدينا ليست فيها خوف بالمعنى السلبي يعني، لكن فيها مهابة، فيها احترام، فيها إكبار، فيها شعور بالامتنان والشكر على تعبهم معانا. نفس الشيء حتى مش مع الوالدين بس، مع الكبار أو مع الرؤساء نقدم لهم الاحترام تأدبا وتقديرا لمراكزهم يعني. نفس الأمر مع ربنا، مع الفارق يعني، التشبيه مع الفارق. فيعني الله تبارك اسمه يعني بما لا يقاس، فهو أعظم من الكل، هو الجدير والأولى بالمخافة والتوقير والخشوع، لأنه هو أصل كل شيء، هو معطي كل الأشياء، هو الحي الأزلي الأبدي، هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، هو كلي الوجود والمعرفة، هو كلي القدرة. وحتى الكنيسة بتعلمنا في القداس أن احنا نقدم لله المخافة، قفوا حسناً، قفوا بتقوى، قفوا بخشوع، قفوا باتصال، قفوا بخوف الله ورعدته. وتذكر لنا أن الشاروبيم والسرافيم بيسبحوه قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس، وإحنا بنشاركهم السجود والتسبيح. ولكن هنا لا نقصد أبدا مخافة الله بمعنى أن فيها رعب أو فيها فزع أو فيها يعني عدم قدرة على الاقتراب من الله، ولكنها مخافة مختلطة بالمحبة، محبة لربنا، المحبة اللي خلته جاء إلى العالم وتجسد وخلص الإنسان وأعطى الحياة الأبدية لكل الناس. وبهذا التجسد خلى ربنا المسافة بينه وبين الإنسان مسافة مش كبيرة، لما صار كواحد من مثلنا بلا خطية وبلا لوم، وعاش بيننا عيشة في تواضع واتضاع، وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ومكتوب عنه أنه هو رؤوف وطويل الروح وكثير الرحمة وأبو المراحم والرأفات. فهو الله جامع لكل المحبة والقداسة والحق والعدل والرحمة والغفران. ولدرجة أن داود مثلا لما كان لازم يأخذ عقاب قال أسقط في يد الله ولا أسقط في يد إنسان، لأن الله مراحمه كثيرة. وفي الوصية ربنا يعطينا اطمئنان، وصايا الله كلها اطمئنان، وقال لنا خاف لما بيقول لنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر، ويقول لنا سلاما أترك لكم سلاما أنا أعطيكم، ولما يقول لا تخف لأني معك ما بيقول أنا هو لا تخافوا،
ولما بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، وقال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. فهنا نصل إلى نتيجة أن مخافة الله ومحبته الاثنين حاجة أساسية في حياتنا الروحية. يعني إحنا كمبتدئين لازم نبتدي الأول أن نخاف من ربنا ونعمل له ألف حساب ونخشى على الوصية ونحترمها وما نستهترش بيها، لكن مع الوقت المحبة بتملك في الإنسان بحيث أنه ممكن ينفذ الوصية ما يكون اتدرب عليها بحب وبفرح وبدون رعب أو فزع. والكتاب المقدس أكرم مخافة ربنا كتير جدا، وقال مثلا إيه رأس الحكمة مخافة الله، يعني قمة الحكمة إن الإنسان يبقى عنده مخافة لربنا. يقول كده في المزمور هلموا أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. وبطرس الرسول يوصينا يقول سيروا زمان غربتكم بخوف، يعني يدعونا ان احنا تبقى فينا مخافة ربنا. والكتاب المقدس بيسجل لنا ازاي الاباء كلهم كانوا خاشعين وخاضعين لارادة ربنا. فيعقوب لما كان هربان من وجه اخوه وشاف الرؤية بتاعت السلم وقام النوم قال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وموسى النبي لما شاف العليقة خاف وامتلأ بالرعب حتى انه غطى وجهه. والقديس يوحنا لما شاف الرؤية في بطمس بيقول سقطت على الارض مثل ميت من الخوف. ومخافة ربنا لها بركات كتيرة جدا، والكتاب المقدس يحفل بوعود كثيرة من الله بانه يرعى من يخافونه ويحميهم. يقول كده في المزمور عين الرب على خائفيه، ويقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، ويقول الرب لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان، ويقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، ويقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف الشر لأنك أنت معي. فمخافة ربنا بتنجي الإنسان وبتحميه وبتحفظه وبتحفظ الوصية في حياة الإنسان. ربنا يعطينا أن نخافه نحبه فنخافه ونخشى على إرادته لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.